كوني أقوى، رسالة تحفيزية إيجابية دونتها فتاة كويتية في تجربتها الكتابية الأولى لتحفيز المرأة لتكون أقوى. هي من عشقت الحروف فأطاعتها الكلمات لتكون مبدعة وملهمة وأقوى. ضيفتنا اليوم كاتبة شابة آلاء بهبهاني، حياك الله معنا يا آلاء ونورتي الاستديو. الله يحييكم، صبحكم الله بالخير وشكرا على هالاستضافة. يعني آلاء بالبداية قبل لا ندخل بتجربتك ككاتبة وشابة وبنت صغيرة، راح نتكلم عن العنوان لأنه هو أكثر شيء شدنا. اخترتي عنوان كوني أقوى، ليش كان هذا العنوان؟ طبعا هذا السؤال وايد سألوني إياه، لأنه شد الكثيرين، أنه ليش كوني أقوى، ليش حابة تكونين حيادية. قلت لهم لا والله بالعكس، والدليل أن أنا مسجلة على الغلاف للرجل وللمرأة، للرجل اللي يتعرف عليها أكثر وللمرأة اللي تعرف عن ذاتها أكثر. طبعا أنا أعتبر المرأة هي البنية التحتية لكل حياة ناجحة، لكل حياة سليمة، لكل أطفال أو شباب مثمرين أو ناجحين بالمستقبل، لأن هي الأم والصديقة وهذا الكلام المكرر اللي نعرفه، ولكن هي فعلا بالأساس البنية التحتية لكل حياة سليمة. فعشان كذي تكلمت، وجهت لها رسالة أن هي تكون أقوى لتكون لنا حياة أفضل. كل يعني الكتاب مو أنت مو ما خصصتي أو حاورتي في المرأة بشكل خاص، ممكن أن الرجل يستعين في هذا الكتاب عشان يفهم تكوينة المرأة، طريقة تفكيرها، هذا اللي تقصدينه؟ طبعا طبعا الرجال إذا قرأوا الكتاب راح يقدرون يوصلون لنقاط بوينت يتواصلون أو يتفاهمون مع المرأة أكثر بشكل سلس أكثر، لأن أنا حاطة بعض الأسرار والتركات للمرأة. إنزين يعني آلاء سؤال الحين، يعني هذا الكتاب عبارة عن مثل ما تفضلتي في بعض يعني قاعد غششين الريايل عن مفاتيح المرأة، أم إن هي رواية أم هي خواطر؟ شنو يحتوي الكتاب بالضبط؟ الكتاب يحتوي على تنمية ذاتية بشكل خاص وتنمية بشرية بشكل عام. حاولت أن الكتاب يكون منوع جدا، فقسمتها إلى 5 أقسام. المرأة العاشقة لذاتها، كيف تصل لذاتها وتعشقها، لأن أي إنسان مو فقط المرأة، الإنسان بشكل عام إذا ما عشق ذاته ووصل لها ما رح يكون مستعد للعطاء. فأنا أولا أعشق ذاتي، أصل لذاتي الحقيقية، وأنا شنو أبي من هالدنيا، أنا شنو موقع إعرابي. هذا تقريبا، انا ما بحرق العناوين. لا تحرق العناوين، بس انه حلو ان ناخذ فكره عن الكتاب، لان مجرد ما انا قريت العنوان كوني قويه حطيت في بالي يمكن قاعد تتناولين في قصص حقيقيه او مجرد مثلا خلينا نقول خواطر، لكن الحين انت قاعد تكلمين انك انت دخلتي في اجزاء اعمق وامور ثانيه. يمكن النساء، في بعض النساء ما تنتبه، إن مثل ما تفضلتي قلت إن جميل إن المرأة أو شيء تحب ذاتها عشان تقدر مثلا تحب الناس اللي حوالينها. لا بس إن أنت تقررين إيش تكتبين هالكتاب، وهل هذا إصدارك الأول يعتبر؟ طبعا هذا إصداري الأول إن شاء الله ومو الأخير أكيد إن شاء الله. بس خل أتكلم عن، أرد على السؤال الأول، أتكلم عن الكتاب بشكل توضيحي. فالجزء الأول كان عن حب الذات، المرأة العاشقة وهي عاشقة لذاتها. الجزء الثاني المرأة الزوجة، سوري، المرأة الطموحة. الثالث المرأة الزوجة. الرابع المرأة الأم. والخامس مقتطفات من ذاكرتي وذكرياتي. هذه فيها تجاربي طبعا، مو على شكل قصص، في قصة عشق واحدة أنا مريت فيها اللي غيرت يمكن مجرى تفكيري وأنا كاتبتها، وهي قصة حقيقية، هذه القصة الوحيدة الحقيقية اللي أنا ذاكرتها بتفاصيلها. تمام. ولكن الجزء الخامس اللي هو الأخير مقتطفات من ذاكرتي وذكرياتي، حبيت أسلط الضوء على عناوين جدا التمستها بمجتمعي. هو مثل زوم على بعض المواضيع اللي حابة أنبه فيها الشباب والبنات، إنه من كثر ما قمنا ندش في مواضيع بحياتنا خطأ ونتعايش معاها، الخطأ صار صح والصح صار خطأ. فهذه مثل
زوم على هالمواضيع للتوعية. يعني سلطت الضوء عليها بشكل بالضبط. أكثر عشان بس الشباب يعني ينتبهون لمثل هذه النقاط. بالضبط. كتابك يلامس أو يخاطب أي شريحة، أي عمر؟ طبعا من عمر المراهقين ليه الله يحفظهم يعني ليه كل من يهوى القراءة بالضبط. ممكن انه هو يقرا كتاب كوني اقوى ويحس انه الكتاب إلامته. تحسين ضروري على ان في اي كتاب لازم تكون في بعض القصص الواقعية عشان القارئ يحس انه هو قريب على الكتاب او الرواية، او مو شرط ممكن الكتاب يكون بعيد عن الواقع تماما ويشد؟ من وجهة نظري أكيد إذا كان في تجربة ما قبل الكتابة المشاعر كلها والأحاسيس والتجربة تنجمع فيصدر القلم كلامه. فأكيد أنا هالكتاب أخذ مني سنتين فقط تجهيز. سنتين أنا أكتب أو أكثر، لأن بالضبط كنت أحاول أن أولاً ما أعيد الكلام اللي مذكور، أي توبك كنت أختاره أو أي عنوان أختاره كنت أسوي عليه سيرتش أشوف أن في أحد مختاره موجود متكلمين عنه. لذلك ولله الحمد، ولله الحمد والمنة، في معرض الكتاب وهذا أول إصدار لي، خذ كتابي الأفضل مبيعاً لله الحمد. الحمد لله. يمكن لأن أنت فيك هذا الشغف والحرص أن تقدم مادة مختلفة عن ما هو موجود بالسوق. يمكن إحنا لما نروح معرض الكتاب أو المكتبات ونشوف كمية كتب كثيرة على الرفوف لكن العنوان يشد، لكن المحتوى واحد، المحتوى يمكن يكون سطحي ما يلامسنا، ونشوف انه يمكن حتى ما تفضلتي هو ما له علاقه حتى في مجتمعنا، وقاعد يكون في يعني امور دخيله علينا. غير كتاب اللي الحين هي هذا تعتبر يور بيبي نمبر 1 يعني، هل عندك نشاطات ثانيه؟ لا، هل انت تحرصين انك تقدمين دورات مثلا للنساء او دوراتك مثلا قاعد تحاولين تفيدين المجتمع بجوانب اخرى غير الكتابه؟ اكيد أنا في إن شاء الله في يعني في أكثر مخطط ببالي بشأن هالموضوع التوعوي، لأن صراحة لله الحمد الفيدباك اللي يعني كان أكثر بكثير من توقعاتي. الناس اللي يوني وكلامهم يعني كنت أوصل لأن أخش دموعي والله، يعني خصوصا أولياء الأمور لما الأم كانت تي تاخذ الكتاب أشوف تاخذ حق مثلا بنت اختها اللي بتتزوج ولا بنت اخوها، ولا البنات لما كانوا يوني كتابك ينن مثلا وكذي، او ام تجيني تقول لي مشكوره حبيبتي آلاء، مشكوره انا رحم الله والد، يعني حتى تدعي لي تقول لي انت في هذا العمر والشكل انت تلامسين احاسيس الشباب اللي احنا الام، يعني وايد امهات يوني كانوا يعني يطيروني من الفرح والله، تقول لي يعني انت قاعد توصلين المعلومه بشكل سلس وشبابي والبنات قاعد يتقبلونه. يقول لي انا نفس الكلام اقوله حق بنتي ما تسمعني. حتى الاباء، يعني انا وايد احترم واوجه تحيه حق كل ام واب كانوا مع عيالهم في معرض الكتاب. صح. يشوفون المحتوى اللي يقرونه عيالهم، لان مع احترامي حق كل الكتاب الحين الكتاب صار سلعة تجارية يستغلون الغلاف. صح. يستغلون الشهرة، مواضيع معينة تشد الشباب، يستغلون الشهرة، يستغلون خصوصا فئة الشباب يهيجون مشاعرهم في قصص الحب الغير واقعية. صح. وكذلك الإسفاف في الكلمات والتعابير، يعني وهذا الشاب او الشابه في عمر يعني هيجان عاطفي كبير. صح. فاكيد راح يتاثر وياثر على حياته وياثر على حتى مستقبله، لانه هو في عمر قاعد يختار مبادئه في الحياه. فاذا كانت مبادئه على الكتاب اللي يقراه اكيد راح يتاثر، فهذا راح يأثر حتى على مجتمعنا وحياتنا بعدين. نعم. فأنا اخترت أن كتابي يوجه رسالة للشباب للوعي والتغيير والقوة اللي أنا تكلمت عنها
وبعض الناس فهموني غلط ان ليش آلاء قوة للمرأة، المرأة أنثى رقيقة. طبعا أكيد أنا لما تكلمت عن القوة، القوة قوة المرأة في وصولها لطموحها، قوتها في الصبر، قوتها في التضحية الصحيحة في المكان الصحيح، قوتها في تربية أبنائها حتى لو كانت مطلقة منفصلة، أو كانت عانت تجربة سيئة في حياتها، تجربة سيئة أو هذا لا يضعف من كونك كأم أو كراعية لأبناء مستقبل. بعدين يمكن أنت قاعد توجهين رسالة جميلة أن المرأة رغم من أنوثتها الطاغية لكن ممكن تكون قوية، لأن قلتي شغلة في بداية اللقاء، منو يعني منو ينهض في الأمم، من هو اللي يصنع بالضبط المجتمع؟ بالضبط الأم بالضبط. كل شخص يطلع من بيته ويكون فعال في المجتمع أكيد وراء امرأة قوية هي ساندته، سواء مثل ما تفضلتي أم أو أخت أو زوجة أو مهما كان عنوان هذه المرأة. عشان أنت يكون عندك محتوى نقول عنه نظيف ومرتب وفي رسالة يمكن الشباب أو حتى من هم أكبر سنًا يستفيدون من هذا المحتوى ويكونوا مثل ما قلت يعني جايد لاينز حقهم في حياتهم. طبعًا راح تمرين في وايد أمور ومراحل قبل لا توصلين لهذه المرحلة الأخيرة، يمكن أهم مرحلة دائماً الكاتب يفكر فيها هي دور النشر. هل خذ معك وقت إنك تختارين دار نشر صح؟ رحتي حق أكثر من دار نشر؟ تجربتك معهم شلون كانت؟ صراحة أنا ما كان عندي تجربة نهائياً في مجال الكتب. أنا كنت أكتب لأني أبي أكتب، أنا كنت أكتب لأن أبي أوجه رسالة. في كلام كان يقومني من نومي وأركض حق مكتبي عشان أكتب عشان لا أنسى باكر، حتى لو سطرين ثلاثة كنت أكتبهم وأرد أنام. فما كنت مفكرة شنو دور النشر وشنو يعني طباعة كتاب، هالأشياء ما كنت أعرفها صراحة، ما عندي تجربة. ولكن لما دشيت وبحثت عن دور النشر وعرفت الأسعار خصوصا حق الشباب المبتدئين، صراحة في استغلال كبير جدا لفئة الشباب. وأنا أوجه رسالة للمسؤولين إنهم يتبنون هالطاقات الكبيرة الهائلة. في شباب ما عندهم القدرة المالية، عندهم أفكار يعني رهيبة، طاقات ما تتعوض صراحة. بس ما عندهم الدعم الكافي أو ما عندهم القدرة المالية أن يطبعون كتاب بالمبلغ الفلاني. فدور النشر هني أنا شفت صراحة كلهم فيها استغلال كبير للشباب، خصوصا الطباعة الأولى. ليش؟ لأن هم ما يدرون شنو محتوى الكتاب صحيح، ولا يهمهم المضمون المعنوي أو الجوهري للكتاب. هم بالنهاية تجاريين صراحة. أنا هذا التمست في يعني 90%، لأني أنا ترى افتريت عليهم واحد واحد وشفت شروطهم. فأنا أتمنى يكون في هيئة أو جمعية تدعم الشباب الكتاب. أنا أوجه رسالة صريحة لدولتي أن تدعمنا في هذا المجال، مو لي أنا فقط. أنا تعديت يمكن جزء من هذه المرحلة، ولكن في شباب بعدي. أنا وايد يوني بالمعرض، شلون كتبتي؟ نبي إحنا نكتب من زمان، شلون؟ فقلت لهم أنا مستعدة أسوي يعني أوجهكم، بس أنا ما أقدر يعني أوجه كل هالشباب صحيح بروحي. أنا محتاجة أحد يساندني. نعم، أو تكون في جهة مختصة في هذا المجال بحيث تحتضن ويكونون كل الشباب الكتاب الناشئين تحت مظلتهم. هذا اللي تقصدين؟ طبعاً طبعاً. نعم. أتمنى هالشيء. إنزين، إحنا بنتكلم بما أن إحنا نساء وإحنا اللي قاعدين اليوم في هذا اللقاء، لازم نتكلم عن العنصر النسائي. لما نتكلم عن ككتاب وكاتبات، تشوفين المرأة الكويتية متوجهة الحين لأن هي تكون كاتبة وفعلاً قادرة تنافس الرجل في هذا المجال؟ أو لا تشوفين أنه والله كتاب يعني من الجانب النسائي العدد متواضع؟ أنا اللي لاحظت يعني من تجربتي في معرض الكتاب، الجانب النسائي كان أقل من الجانب الرجالي. ولكن بالنسبة لي هالسؤال مو مهم، أنا نهائياً مو عنصرية نساء أو رجال.
طبعا انا لاني من فئة النساء احب واتمنى يكون في فئة كبيرة من الكتاب النساء، ولكن بالنسبة لي المضمون والمحتوى اللي بالكتاب أهم جدا من أنه يكون كاتبة أو كاتب. لكن إحنا نتكلم إن النساء ما شاء الله الحين قاعد يبدعون في كل المجالات، وفي بعض النساء يفضلون أو يميلون دائما للعنصر النسائي بحكم أنها أكيد امرأة تفهمني عارفة أنا شنو أبي. فإحنا هذا اللي قاعد نتكلم عنه، هل تشوفين المرأة الكويتية فعلا تبي تخوض هذا المجال؟ أنت قلتي كان تجربتك يمكن في معرض الكتاب، كثير من الجمهور تواصل معك أيه. وقلنا شلون كتبتي واحنا نكتب من زمان، هذا التجربة اللي خضتيها معهم هل كانت من فئة النساء يعني بنات أهم يوتش ولا كان من الشباب والبنات؟ لا والله كان في شباب وبنات بس لأن في ناس مثلا ما تقرأ المحتوى أو ما تسأل، من بعيد تشوف فتشوف كتاب عليه صورة بني فتية تبي تعرف شنو مضمون الكتاب فتسألني أو تقرأ. التوجه إيه، الإقبال كان وايد كبير، النسائي كان أكثر صراحة من الرجالي. نعم دائما النساء متميزين بكل شيء طبعا أكيد. كل مجال. هل ضروري على الكاتب أنه يكون مثقف وقارئ نهم، أو أن أنت مثلا لما قررت تكتبين هالكتاب حاولتي مثلا أنك أنت ما تفترين السوق ما تقرين كتب في نفس المحتوى، هذا ممكن يأثر على الكاتب كثرة قراءته إيه تأثر على طريقة كتابته؟ طبعا بس سبحان الله أحيانا تشوفين كاتب من أول كتاب كلامه يوصل يدش القلب بسرعة إيه؟ حتى لو ما تكون الكلمات، وأنا اخترت يعني الكلمات السهلة جدا اللي توصل للقلوب قبل لا تكون مثلا ثقافية أو كلمات مثلا صعبة الفهم أو كلمات، لا دائما اخترت الكلمات السهلة والسلسة. كنت قاعدة أقول لك إنه أحيانا الكاتب من مشاعره وتجاربه يقدر يكتب بطريقة تدش القلب. وتشوفين مثلا إنسان مثقف جدا وقاري كتب وعنده مكتبة بالبيت و ولكن لما يمسك القلم ما عنده القدرة. فالثقافة طبعا تساعد جدا الكاتب في طريقة استرساله في الكلام، شلون يكتب شلون يعبر عن مشاعره، ثقافته هي تعطي جانب من القوة بالكتاب، ولكن بالنسبة لي مو شيء أساسي. لكن هل ممكن إذا كثر ما قريتي آلاء أن ممكن جملة أو فقرة ترسخ في بالك فتيلش نفس الفكرة خلال كتابتك، ما تخافي من هالأشياء أن أنت تكون عندكم توارد هالخواطر بحيث أن أنت تكون تكتبون نفس النص؟ نفس النص بالضبط؟ مو نفسه بالضبط، بس تحسين بعض المرات أنت تقرين جملة تقولين أنا شني قاري نفس الجملة بكتاب، هذا مو ممكن يعرض الكاتب كثر ما يقرأ إنه يعني يعيد الكلام. ممكن في أشياء تصير مثل توارد خواطر أو مثل مشكلة، مثلا مشكلة رأي عام الكل يتأثر فيها، فطريقة التعبير تكون متشابهة بيني وبينك. فهمت شنو أقصد؟ ولكن الكلام بالضبط نفسه لا. عرفتي؟ ممكن الفكرة صحيح، طريقة توجيه النصيحة صحيح، ولكن إذا كان كوبي بيست لا ندش عاد مشاكل قانونية عادي. نعم. ألا بالمستقبل شنو راح يكون جديدك؟ خذ منك الكتاب الأول سنتين، هل ممكن الإصدار الثاني ياخذ منك نفس المدة؟ قلت لك في البداية من واحد من الأسئلة أن كنت أقوم من نومي عشان أحس في كلام داخلي أبي أكتبه، أبي أوصله لمجتمعي، أبي أوصله لبنات وشباب الكويت رسالة هي، ولكن ما أقدر أحدد وقت معين حق كتابي الثاني. أنا أولاً كنت ناطرة الفيدباك ولله الحمد كان أكثر من متوقع. الشيء الثاني أنا دائماً أنطر الكتابة هي تجيني، مو أنا أروح لها، يعني أنا ما أقعد على مكتبي لا أبي أكتب عن لا. أنا مثلا يشدني موضوع أو يحز بخاطري شيء، أو مثلا زميلة أو صديقة
تقول لي عن مشكلة فأبحث عنها وأفكر وأسأل عن تجارب الناس و و و و فأجمع لي معلومات ثم أبدأ أكتب. وأنا كذلك كتابتي جدا تقليدية، أحب القلم جدا، قلم عجيب. إيه أحب القلم، وأوجه رسالة للشباب لأني تذكرت، أنا أدري راح أنسى، إن لا تستهينون في طاقاتكم. أنا من وأنا صغيرة بعمري ما كنت أتوقع إن راح يصدر لي كتاب. كنت أتمنى إن يكون عندي مثلا إنجاز ملحوظ، أساعد في عيال ديرتي، مجال التطوع، مجال الاجتماعي أو السياسي، أحب هالمجالات تعنيني، ولكن ما كنت أتوقع إنه يكون عن طريق كتاب. بس سبحان الله لما أنا أثق بقدرتي وأعطي الثقة الكافية حق نفسي وأبحث وأثق بذاتي راح أقدر أحقق. طبعا. أنا شنو قلت لك توا؟ قلت لك أنا كنت أتمنى، والحين أنا قاعدة معاك وكهوة كتابي. شنو الفرق بينهم؟ الوقت. لا تستهينون بالوقت، اعتمدوا على نفسكم واستثمروا طاقاتكم وقتكم الثمين، لا تهدرونه بالأشياء اللي ما تعود عليكم بالمنفعة. نعم، هذه يمكن كانت نصيحتك للكتاب الشباب أو كل شاب وشابة عندهم أحلام. ما نبي نتكلم بس في ناحية أو مجال الكتابة، لكن في كل مجالات الحياة. فرسالتك كانت واضحة يا آلاء، ونتمنى إن شاء الله لك التوفيق وننطر إصدارك الثاني، وإن شاء الله نرد نستضيفك مرة ثانية. إن شاء الله إن شاء الله يشرفني. حياك الله يا آلاء بهبهاني، كاتبة كانت ضيفتنا في هذه الفقرة. إصدارها الأول كوني قوية يحاكي ويلامس مو فقط المرأة لكن أيضا الرجل. نطلع فاصل نرجع.